افتتاح ديال المركز الجهوي ديال التكوين، لان اليوم عملنا على اعداد واحد المركز الجهوي ديال التكوين اللي خاص بالمديريه الجهويه للضرائب باكادير، ولكن في نفس الان هو مفتوح لانشطه اخرى خصوصا في العلاقه ديالنا مع البارتنير ديالنا للتكوينات الخارجيه. وكذلك هو السنه ديال الوقوف على الايجابيات والانجازات اللي حققناها طيلة هذه السنه، واللي من بينها كتبدا من التدشينات اللي درنا وفتح ديال لاكريش اللي كانت في مارس 2019. اليوم وقفنا على التجربه ديال السنه وكانت ناجحه، رصدنا مجموعه ديال الاخلالات اللي ضعيفه جدا ولكن نعملوا على تحسينها في المستقبل. كذلك لقاء فرصه ديال اللقاء مع الموظفين من اجل الاحتفال بالنتائج الايجابيه اللي حققناها، لان اليوم حققنا نتائج مهمه واللي حتلينا فيها الصداره على المستوى الوطني على كل المؤشرات، سواء المؤشرات ديال المداخل الجبائيه او المؤشرات ديال في العلاقه، تحسين العلاقه والجوده العلاقه تجويد العلاقه مع المرتفقين اللي حقنا فيه نتائج ايجابيه جدا. وحضرنا اليوم لهذ البادره اللي هي الصراحه بادره مهمه جدا اللي قامت بها المديريه الجهويه ديال الضرائب، وحنا كمساهمه ديالنا كناس ديال التربيه وديال التعليم هو انه برمنا اتفاقيه شراكه بيننا وبين المديريه الجهويه ديال الضرائب باش الوليدات كلهم ديال هاد الحضانه هذه بداو يستافدوا من الانشطه الموازيه ديال مؤسستنا، كانت ثقافيه او لا مسرحيه او لا موازيه، كل شيء ان شاء الله الانشطه غادي نحاولوا نشاركوا هاد الوليدات هادو بالمجان بطبيعه الحال، واللي كيهمنا هو باش يبدا يخرجوا من هاد الفضاء ويشوفوا تلاميذ اخرين، وهذا الشيء غادي يجعلهم ان شاء الله يتنموا وينموا قدراتهم. L'expression de ma joie et mon bonheur d'être parmi vous aujourd'hui et féliciter tous les collègues de la direction régionale d'Agadir pour ces résultats exemplaires. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une direction qu'on peut considérer comme un modèle au niveau de la direction générale des impôts. عجيب هذا التلاحم ما بين الشركاء في المنطقه ديال اكادير، وخلاها السيد اللي داز قبيله قال لك فافير دي زادمينستراسيون جالوز، بتاتر كو لادمينستراسيون ديال كازا سخا لا بخوميييغ جالوز. جو فوز اسيور كو هذا الاشعاع اللي طلقتوه من هنا ما غاديش يتوقف هنا، وغادي يدوز المناطق اخرى وغادي يشع عليها بما هو افضل وبما هو جيد، لان الجيد شي حاجه ça se partage.